الخير وسعادة على حضراتكم. الحقيقة أنه كلنا بلا استثناء دلوقتي اللي بيشغل بالنا هو مسألة الأزمة الاقتصادية، وإزاي يعني ندبر أمورنا الفترة اللي جاية، إزاي الظروف الاقتصادية اللي احنا محطوطين فيها كلنا. والحقيقة أنه ده صراع عالمي اقتصادي، ما هوش بس مصر، لكن في النهاية كل واحد بيشوف يعني اقتصاديا هو هيقدر يدير بيته ومحيطه إزاي، ولادي هيفضلوا في المدرسة دي ولا أنا محتاجة أغير المدرسة، أنا بصرف كذا، أنا عندي بكرة جدول عامل إزاي في المصاريف محتاجة أغيره. يعني بكل تأكيد كلنا كأفراد بنشوف الأزمة الاقتصادية دي اللي مؤثرة علينا بقالنا فترة، هنروح فين بعد كده؟ إيه الخطوات اللي ممكن تتعمل علشان نشوف ونبدأ أنه يكون في إصلاح اقتصادي أو خطة ما أو استراتيجية ما للفترة اللي جاية؟ والحقيقة أنه ده دور الحكومة، الحكومة بتقدم استراتيجيات وخطط للفترة القادمة بناء على كل المستجدات اللي بتحصل. طبعا الناس بتتحمل، الناس هي اللي اتحملت إجراءات الإصلاح الاقتصادي اللي فاتت والبرامج اللي الحكومة وضعتها، وأكيد بكل تأكيد الناس برضه هتتحمل في اللي جاي. فعشان كده الناس بتبقى عايزة تفهم، طيب هذه الاستراتيجيات اللي وضعت على إيد مجموعة من الخبراء الاقتصاديين علشان ينوروا لنا الطريق الفترة اللي جاية ويقولوا لنا احنا رايحين فين اقتصاديا، والمفروض انا كمواطن ايه تكون شكل ومقاييس ادائي الاقتصادي حتى لو على المستوى الصغير بتاعي كفرد، وده اللي يهمنا في النهاية. الحقيقة انه كلنا كل واحد بقى عنده افكار اقتصادية، طب ليه البلد ما تشتغلش في كذا، طب ليه ما نستثمرش في كذا، طب بلاش ده، بلاش الخطة دي، اعملوا الخطة دي. هنا نروح فين؟ نروح للحوار الوطني علشان احس ان انا مسموعه وحضرتك مسموع وكلامك بيوصل، وكل الكلام اللي بقى بيتقال في وسط اي قعدات لينا وفي وسط الشارع بتمشي تلاقي الناس كلها حديثها حديث دلوقتي اقتصادي، هنعمل ايه وايه اللي يساعدنا ان احنا نخرج من هذه الازمه الاقتصاديه. في خطه واستراتيجيه عملتها الحكومه هتطرح على طاوله الحوار الوطني، كل الافكار موجوده، كل الافكار هتناقش، وده اللي احنا شفناه في جلسات الحوار الوطني. كل الافكار اللي يمكن تكون بالنسبه لصانعي القرار هي افكار بره الصندوق ما خطرت لهمش على بال مثلا، هتطرح، هيكون في يعني مجموعه من الافكار ومساحات واسعه ونقاشات رايحه جايه علشان نشوف اللي احنا داخلين عليه ده ازاي هنعدي. هي دي الفكره في الحوار الوطني، انه الناس تسمع. الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بمساله الاستمرار في الحوار الوطني، وسيادته بيستمع لكل مخرجات الحوار الوطني. الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء طرح وثيقة فيها مجموعة من الاستراتيجيات الخاصة بالاقتصاد المصري في الفترة الرئاسية اللي جاية من 2024 لحد 2030، وهتطرح على طاولة الحوار الوطني. والحقيقة يعني مسألة الحوار الوطني هنا مهمة جدا، لأنه كلنا ممثلين داخل هذا الحوار الوطني، في شفافية في هذه الجلسات وكل ما يطرح فيها. عايزين نعرف أهم الأولويات وإيه الاستراتيجيات اللي تم وضعها للمرحلة الاقتصادية اللي جاية من المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء. مساء الخير على حضرتك، ويعني لو تطلعنا على الأولويات في هذه الاستراتيجيات واستندتوا لإيه وانتوا بتضعوا هذه الاستراتيجيات. مساء الخير يا فندم. في الحقيقة الاستراتيجية أو وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري خلال الفترة الرئاسية الجديدة هي ورقة بحثية أعدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالتشاور مع عدد كبير من الباحثين احنا والخبراء، بنتكلم على حوالي 400 من الخبراء المحليين والدوليين. الوثيقة استغرق إعدادها نحو 6 أشهر من العمل، وخلصت الوثيقة إلى نحو 873 توصية في كافة قطاعات الاقتصاد المصري، وكذلك فيما يتعلق بالمؤشرات الكلية للاقتصاد المصري، وكذلك بعض التوصيات على مستوى القطاعات الرئيسية. اليوم وجه بناء على تكليفات رئاسية، وجه دولة رئيس الوزراء
بطرح الوثيقة خلال المرحلة الثانية من جلسات الحوار الوطني. والهدف بطبيعة الحال هو تنفيذ تكليفات فخامة السيد رئيس الجمهورية بتوسيع دائرة النقاش حول الوثيقة وصياغة أولويات التحرك على صعيد السياسات بالنسبة للاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة. طيب عايز اعرف من حضرتك، احنا عندنا تقريبا قلت لي 800 وحاجه بند في هذه الاستراتيجيه، طريقه النقاش والاختيار ما بين هذه البنود ولاي مدى في مرونه في هذه النقاشات؟ بطبيعه الحال يا فندم، الوثيقه كما ذكرت هي ورقه بحثيه اعدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وبالتالي هي ما زالت مطروحه لمزيد من النقاش ومزيد من التدقيق في التوصيات. وبطبيعه الحال كما ذكرت حضرتك، الحوار الوطني بيضم كافه الاطراف وكافه اصحاب المصلحه من القطاع الخاص ومن كافه الجهات والمراكز البحثيه وكافة الشخصيات المهتمة بالشأن الاقتصادي، وبالتالي نتصور أنه سيكون هناك تدقيق لكافة التوصيات الواردة في الوثيقة ووضع أولويات، ربما أيضا مناقشة الأولويات المطروحة، وبالتالي الحكومة تتطلع للمزيد من التدقيق والبحث في الوثيقة من أجل الخروج بمجموعة من التوصيات التي يتم التوافق عليها وتنفيذها خلال السنوات الست المقبلة. إذن هي يعني محل للنقاش وللنقد وللتعديل أيضا. سيادة المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على وجودك معنا. نروح مع حضرتكم لفاصل ونرجع مستمرين في حلقتنا، خليكم معنا. اهلا بحضراتكم من جديد. الحقيقه انه طول الوقت احنا بنفكر في السياحه وايه اللي ممكن تكون بتواجهه السياحه، اللي هي بالنسبه لنا مصدر مهم جدا جدا للعمله الصعبه، ومش بس مهم للي بيشتغل في السياحه وللبيوت اللي مفتوحه من السياحه، مهم للدوله بشكل كبير. فبنبقى عندنا شغف ان احنا نسمع افكار جديده تنهض بهذا القطاع، ونشوف انه كل ما بيبقى عندنا سياحه اكتر كل ما ده بيبقى مفيد للبلد بشكل كبير جدا، في وقت احنا بالتاكيد في امس الحاجه لده. الافكار والمشاريع اللي بتتعمل علشان ننهض بقطاع السياحه افكار تستحق ان احنا نتوقف قدامها وندرسها ونشوف منها اللي يرتقي للتنفيذ وننفذه. في فكره اسمها سياحه مصريه امنه، دي فكره مشروع لتطوير السياحه المصريه، وعملها اللواء ناجح احمد زكي. هنفهم من سيادته ايه هي فكرته وازاي الفكره دي ممكن تنهض بالقطاع السياحي. مساء الخير على حضرتك سياده اللواء، يا ريت لو تطلعنا على ملامح هذه الفكره وازاي هتاثر في القطاع السياحي. استاذ غدير مساء الخيرات على حضرتك وعلى اسره البرنامج. اهلا بسيارة. وعلى الساده المشاهدين يا فندم، وكل عام وانتم طيبين. وحضرتك بخير. هو حضرتك الموضوع باختصار بسيط، سيدير دخل للدوله مش اقل من 3 مليار جنيه في السنه على الاقل. وانا بعد عمل الدراسه عميقه في الموضوع انا سميته سياحه امينه زي ما حضرتك قلت. حضرتك المشروع ده بيهدف اولا الى تنشيط السياحه عبر توفير ميزه تنافسيه بتتمثل في حمايه السائحين من التعرض للتعامل مع عناصر غير مؤهله او سيئه السمعه. والكلام ده حضرتك من خلال انشاء بطاقه تعريفيه اللي هي الاي دي يعلق على صدر المتعامل مع السائحين. اي حد بيشتغل في المنطقه السياحيه دي يعني، سواء كان تابع وزاره السياحه معاه رخصه سياحيه او غير رخصه سياحيه. عن طريق غير رخصه سياحيه هيبقى معاه ايه يا فندم؟ بيشتغل يعني مع احد الشركات الخاصه يعني؟ ما انا هوضح لحضرتك، هو معهوش رخصه سياحيه. احنا بنقول ان الاي دي ده هياخده من الجهه الامنيه. الاي دي دوت عليه بيانات المتعامل مع السائح. عظيم. وياخد الاي دي ده الشغال ومعاه رخصه سياحه واللي مش معاه رخصه سياحه. السائح بيتعامل مع جهات كثيره جدا، وحضرتك الكلام ده يعني بيتعمل من خلال بطاقه تعريفيه، انا بقول لحضرتك بتعلق على الصدر سواء كان داخل نطاق السياحه او خارج نطاقها، بالتعامل مع السائحين مقدمي الخدمات بمباشرته بواسطه انشاء قاعده بيانات بتتعمل ضخمه بيتقدم للقيد فيها راغبي تقديم الخدمات للسائحين نظير اجر رمز. والقاعده دي يا فندم بيتم اعدادها ودعمها امنيا
للتأكيد على صحة بيانات المقيدين بها، واستبعاد ما يفتقد من اللي هو بيفتقد عنصر الامانه وحسن السمعه. فانا كده هبقى عارف اللي شغالين عندي في قطاع بالزبط. السياحه بالزبط. مين هم وادائهم عامل ازاي بالظبط، وفي نفس الوقت السائح يعني يستفيد بشكل كبير جدا انه بيتعامل مع ناس بالنسبه له مضمونين. تمام. واللي بيمنح واللي بيتم تسجيله بيمنح الاي دي ده وبيكون مؤمن وصادر من جهه امنيه يصعب تقليده. عشان ما يجيش واحد بقى يروح مقلده ومركبه بقى على صدره سايح اطمئن. وبيتضمن الاي دي ده كود الالكتروني. بس سيادة اللي هو يعني السياحه دي صناعه السياحه على وجه التحديد فيها تشعبات كتير، يعني من اول سائق التاكسي اللي بينزل يركب معاه من المطار لحد الاماكن اللي هو رايح يعني يزورها، فالموضوع مش يعني سهل. لا 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 حضرتك، ما انا حضرتك بس ايه، انا الكلام يعني جاي مع حضرتك بترتيب. وبيتضمن هذا الاي دي حضرتك كود الكتروني اسمه كيو ار كود، ده سهل الاستخدام لمساعده السائح. تمام. واخد بال حضرتك؟ وبيتم اعداد وسيله الكترونيه سهله كمان، عباره عن تطبيق للهواتف المحموله يصور بالتليفون بتاعه الكيو ار كود دوت، يعرف بيانات اللي بيتعامل معاه. وبيمكن السائح من قراءتها والاطلاع على مدى التزام مقدم الخدمه وموقفه القانوني ودرجه اجادته للخدمه. عظيم. اللي بيقدمها واتاحه امكانيه تقييمها كمان هو يعني السائح. وحضرتك كمان بيهدف المشروع الى تحقيق مجموعه من الاهداف على المحاور الامنيه والاقتصاديه. يعني المحور الامني ده هام جدا، وبيتمثل في تمكين جهات الوزاره المعنيه من القيام بواجباتها الامنيه المتمثله في منع الجريمه قبل حدوثها. هي فكره الرقمنه كمان سياده اللواء، يعني بالزبط. يعني خلاص ما يعني ما ينفعش قطاع زي السياحه يبقى بعيد عن هذه الفكره يعني. بالظبط بالظبط بالظبط. فهنا بيتوفر يعني شيء امن للسائح بيتعامل فيه خلالها مع طائفه منتقاه بعنايه، والتي ان هي بيحتاجها السائح خلال اقامته في البلاد. يعني السائح بيحتاج الفئه دي اللي هو يتعامل معاها ان ما تسيئش لسمعه الدوله. واخد بال حضرتك؟ يعني من جهه هو تفكير لطرح امني لحمايه السائحين، وفي نفس الوقت تقديم خدمه مميزه للسائح اللي جاي مصر. بالظبط. وفي نفس الوقت بيتدخل داخل. احنا بنتكلم حضرتك على اعداد، احنا بنقول احنا عندنا مش اقل من 15 مليون واحد شغال في مجال السياحه على الاقل. اما بقى اللي خارج مجال السياحه، يعني عند حضرتك خارج مجال السياحه، ولسه انت حضرتك كنت بتقولي الفنادق الغير مقيمه سياحيه والاسواق السياحيه والتجاريه في مصر، شركات تشغيل السيارات الاجره، اصحاب سيارات الاجره الخاصه، المطاعم والمقاهي، مقدمي خدمات مركبات النزهه النيليه والبحريه، محلات بيع المجوهرات والاكسسوارات والمكتبات، محلات بيع وتداول المصنفات الفنيه والبرمجيات، النوادي الصحيه، والمحلات اللي بتقدم خدمات التجميل، ومقدمي خدمات التسويق الالكتروني، ومقدمي خدمات السمسره، والباعة الجائلين في الاماكن الاثريه. النهارده لو الشخص دوت معاه الاي كيو الكيو ار كود دوت اللي هو الاي دي، حضرتك هيبقى مخلي باله من نفسه ومش هيحتاج تدريب، ده بالعكس ده هيجي يشتريه وواخد اللايحه بتاعته وهو عارف هو هيعمل ايه وهو متصور فيديو وشات. هي مساله يعني تقديم الخدمه الافضل للسائح اللي جاي بلدنا، ده اللي كلنا اكيد بنطمح ليه في كل الاماكن. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا سياده اللواء ناجح احمد زكي مساعد وزير الداخليه الاسبق، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معايا. طيب النهارده كاب فيردي خلاص بقت متصدره المجموعه، منتخب القروش اخذ الست نقط، ومصر دلوقتي وغانا يعني احنا بنتكلم في احسن توالت او الوصافه. خلاص كاب فيردي متصدره المجموعه بست نقاط رسميا. الحقيقه انه كلنا من امبارح واثناء المباراه كل الناس قلبها يعني ايه كان مش ولا بد الحقيقه من الاول، واحنا متضايقين من الأداء، بعدين جت إصابة محمد صلاح وخروجه مع الشوط الأول، وهنا الحقيقة اللعيبة يعني عملوا أداء قوي في الشوط الثاني بعد الأداء المتواضع جدا اللي احنا شفناه في الشوط الأول. لكن الفكرة برضو في إنه الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، يعني أنا مش عارفة احنا بننسى صلاح عمل إيه مع المنتخب، ولا هي الفكرة إنه لما صلاح يكون أداؤه مش الأداء اللي عاجبنا أو مش اللي احنا عايزينه فيكون في تطاول على لعيب بحجم صلاح، بكل تأكيد لعيب عربي وأفريقي ما أعتقدش إن هيجي زيه وما كانش عندنا زيه. فيعني
حاجه مهمه جدا انه يعني نبقى فاهمين ان الهجوم ده احيانا كتير بصراحه بيبقى هجوم غير مبرر. وما ننساش صلاح عمل ايه للمنتخب، صلاح عمل ايه مع المنتخب، وصعدنا كاس العالم في 2018 يعني بشكل كبير بسبب اللي صلاح عمله. حتى في كاس الامم الافريقيه اللي فاتت ورغم هذا الهجوم كان سبب وصولنا للنهائي. ف يعني انا بشوف فيها كتير بصراحه بيبقى احنا عايزين المنتخب دايما اداؤه يبقى يعني اداء عالمي واداء متميز، لكن صلاح حتى احيانا مع ليفربول بيبقى غير موفق، اعتقد هي دي الكوره في النهايه. ف يعني ما بيبقاش رد فعل الجمهور زي ما احنا شفنا. خلينا نعرف اكتر وضعنا بقى دلوقتي ايه في البطوله، واصابه صلاح ممكن تخليه يلعب الماتش اللي جاي اللي بالنسبه لنا يعني خلاص ماتش يوم الاثنين، يعني هنشوف زي ما كنت بقول لحضراتكم يا وصافه يا احسن توالت. خلينا نسمع من المتخصصين معانا على التليفون الناقد الرياضي عمر البنوني. مساء الخير عليك، وازاي شايف اصابه صلاح ممكن يقدر انه يشارك في المباراه اللي جايه يوم الاثنين، ولا الناس كلها بتتكلم على انه لو خلفيه لا ما يلحقش؟ يعني اعتقد اولا مساء الخير عليكي وعلى كل مشاهدي التلفزيون المصري. انه الحقيقه محمد صلاح هو قيمه كبيره لمنتخب مصر على المستوى الفني وكمان على المستوى المعنوي حتى بالنسبه لباقي اللاعبين، لانه صلاح هو ملهم الجيل الحالي من اللاعبين اللي موجودين في منتخب مصر. اهميته الفنيه يعني كبيره جدا للمنتخب وكل منتخبات افريقيا وكل حتى اساطير الكره الافريقيه لما بيتكلموا عن منتخب مصر فهم بيتكلموا انه كل الفرق الافريقيه المنافسه هتحاول رقم واحد ان هي تراقب محمد صلاح، ان هي تحجم دور محمد صلاح في الملعب. اعتقد مع الاصابه انه خلال دقائق الجهاز الطبي لمنتخب مصر هيعلن عن التشخيص النهائي لاصابه محمد صلاح، وان شاء الله ما تبقاش قويه، يعني حتى لو يغيب يغيب عن الماتش اللي جاي فقط، لان في بعض التكهنات في الصحف الانجليزيه وده مش حاجه رسميه ان هي بتتكلم انه ممكن يغيب فتره يعني مش قليله، لكن في نفس الوقت احنا نتعشى منها تكون اصابه بسيطه لانه محمد صلاح وجوده في الملعب مهم جدا. هل الشقلبه اللي حاصله في الملعب واختلاف مكان صلاح فارق في ادائه المره دي؟ خلينا نقول انه انا عجبتني المقدمه اللي حضرتك قلتيها انه في نوع من انواع التشدد شويه في الانتقاد لمحمد صلاح والمنتخب لما بتكون النتائج مش احسن حاجه، لكن المنطق او واقع كره القدم بيقول انه محمد صلاح هو يعني ارقامه مع منتخب مصر ارقام لم يسبقه ليها اي لاعب، يتبقى له عدد اهداف قليل ويبقى كمان الهداف التاريخي لمنتخب مصر. اللي حاصل دلوقتي انه في نوع من انواع القناعات الفنيه الغريبه اللي عند روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر اللي هو ابتدى يغيرها واحده واحده، يعني هو المباراه الاولى ما كانش تشكيل كويس، المكان اللي حط فيه محمد صلاح فنيا محمد صلاح مش هيفيده فيه بالشكل ده. لما حب يغير شويه في المباراه الثانيه قدام غانا وقبل اصابه محمد صلاح برضو مش هو التشكيل اللي يفيد المنتخب ويطلع كل قدرات كل اللاعبين. لما حصل خروج محمد صلاح اللعيبه بدات تتحرر في الملعب شويه، هي بتعتمد على صلاح بشكل اكبر، صلاح مش موجود لازم احنا اللي نتصرف، واللعيبه منتخب مصر كلهم لعيبه كويسين وعندهم قدرات فنيه، وده شفناه حتى في الشوط الثاني، وشفنا الاداء الفني اللي عمله تريزيجيه لما نزل، امام عاشور لما تحرر شويه بوجود مصطفى فتحي قدام برضه موجود معاه في نص الملعب. اعتقد انه مشكله محمد صلاح مع منتخب مصر مش مشكله قدرات محمد صلاح قد ما هي مشكله قناعات المدير الفني، واعتقد انه في المباراه اللي جايه قدام كاب فيردي انه هيكون مغير فيتوريا في التشكيل كمان زي ما غير في المباراه. يعني انت متوقع انه يلعب تاني 4-4-2؟ اعتقد انه هيلعب 4-4-2 زي ما نهى المباراه اللي فاتت، لان هو ده الحل الوحيد اللي يخليه يقدر يحقق المهمه. انت بالنسبه لك بتنافس خلاص على المركز الثاني الوصافه، يلعب 4-4-2 لو صلاح مش هيلعب معانا المباراه الجايه، هنروح سان بيدرو 500 كيلو بعيد عن ابيدجان نلعب هناك، لكن في النهايه هنقابل اما زامبيا اما الكونغو الديمقراطيه، هيبقى المشوار بتاعنا الى حد ما في المتناول ونقدر، لان احنا منتخب مصر منتخب كبير جدا. احنا عمر انا بسالك الكلام اللي انت بتتكلم عنه ده في حال انه صلاح مش هيلعب الماتش الجاي فروي فيتوريا هيلعب 4-4-2، انت شايف كده؟ ده اكيد لو محمد صلاح مش موجود، وبنسبه كبيره انه مش هيكون موجود في المباراه القادمه مباشره امام كاب فيردي، اعتقد انه هيلعب 4-4-2 وهيعتمد اما على زيزو او امام عاشور بقى او حتى مصطفى فتحي اذا كانت قناعاته الفنيه في قصه مصطفى فتحي ما فيش مشكله، لانه كان اول تبديل بالنسبه له في المباراه اللي فاتت.
كاب فيردي والاداء النهارده يعني وتصدرهم للمجموعه، ودي مفاجاه بالنسبه للناس كلها، شايف ده ازاي وشايف ازاي مواجهتنا معاهم؟ هو مبدئيا انا مش شايف انه كاب فيردي مفاجاه، لانه كاب فيردي منتخب كل اللعيبه بتاعته محترفين بيتطوروا، الكوره في افريقيا بدات تتطور سواء في غرب او وسط افريقيا مش زي زمان، يعني مش الصوره الذهنيه اللي عندنا القديمه بتاعت البطولات اللي كانت في التسعينات او ما قبل ذلك. النقطه الاهم انه كاب فيردي قدروا ان هم يكسبوا غانا وقلبوا عليهم المباراه بسرعه جدا في المباراه الاولى قدام موزمبيق النهارده، اعتقد ان هم عملوا اداء علشان تواضع منتخب موزمبيق، لكن منتخب كاب فيردي مش ممكن يروح لبعيد قوي في البطوله في الادوار الاقصائيه. احنا مباراتنا معاهم اذا لعبنا بنفس الاداء اللي لعبنا بيه الشوط الثاني قدام غانا اعتقد ان احنا نقدر نكسب المباراه ان شاء الله. شايف مطلوب ايه من روي فيتوريا في المباراه اللي جايه؟ واكيد انت متابع السوشيال ميديا والناس بتتكلم عن اداء روي فيتوريا، ويعني ناس كتير مش عاجبها الاداء. هو الحقيقه يعني النسبه الاكبر من الجمهور اكيد مش عاجبه اللي عمله روي فيتوريا، لانه التشكيل في المباراه الاولى ثم المباراه الثانيه ما كانش مظبوط، لكن اتمنى ان روي فيتوريا يغير قناعاته الفنيه شويه فيما يخص وسط الملعب تحديدا. انا ما عنديش مشكله في الدفاع وحراسه المرمى رغم ان احنا استقبلنا 4 اهداف في المباراتين اللي فاتوا، لكن المشكله بتبتدي من نص الملعب، عنده مروان عطيه، عنده امام عاشور، عنده يعني عنده حمدي فتحي، عنده محمد النني. النني اخذ انتقادات واسعه، يعني رصيد النني من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي كبير جدا الصراحه، يعني اعتقد ما فيش حد اخذ انتقادات قد النني امبارح، شايف ده ازاي؟ النني عنده مشكله بسيطه، النني ما فيش خلاف على انه لعيب كبير جدا وبيلعب في واحد من اكبر انديه العالم، لكن محمد النني فتره الاصابات الاخيره طب اداؤه مع المنتخب شايفه نفس الاداء العالمي ده؟ مش بيشارك بشكل منتظم مع نادي ارسنال، وبالتالي ممكن نني يكون اختيار كبديل، ده مش عيب، في النهايه نني لعيب كبير كابتن منتخب برضه زيه زي محمد صلاح زيه زي احمد حجازي. المفترض انه روي فيتوريا ممكن شايف ان نني مش موفق في المباراه اللي فاتت انه يقعد احتياطي، يكون مروان عطيه موجود كبديل، ومروان ارقامه حتى في كاس العالم للانديه اللي فاتت مع النادي الاهلي على مستوى المنافسه عالي ارقام جيده جدا كلاعب وسط، وبالتالي يقدر يؤدي الادوار، والنني لما يكون له دور في المباراه اكيد هيكون تبديل ورقه رابحه بالنسبه لروي فيتوريا. لكن انا مش مع الهجوم على اللاعبين، احنا طالما عندنا فرصه للتاهل احنا ما ينفعش ان احنا نرفع حده الانتقاد بهذا الشكل، بالعكس احنا المفروض ندعم منتخب مصر لان انت عندك فرصه، وطالما تاهلت الادوار الاقصائيه ان شاء الله باذن الله لما نكسب كاب فيردي عندنا فرصه ان احنا نكمل مشوارنا ان شاء الله لحد النهائي والبطوله باذن الله. الناس مش متفائله قوي بمباراه كامب فيردي، انت شايف ايه؟ وانت بتتكلم على خط النص، الناس برضو على مواقع التواصل الاجتماعي قريت كذا حد بيتكلم عن طارق حامد وانهم مفتقدينه. طارق حامد لعيب قيمته الفنيه عاليه جدا، لكن هو في النهايه قرر الاعتزال الدولي، وحتى شفنا واقعه انه فيتوريا قبل البطوله اتكلم مع عبد الله السعيد مثلا في بيراميدز وحاول يثنيه عن الاعتزال الدولي وحطه في القائمه الاوليه وبعد كده ما استدعاهوش. لو كانت حصلت مع طارق حامد كانت هتبقى مشكله اكبر. فبالتالي هو انا اعتبر ان طارق حامد خلاص يعني ادى ما عليه مع منتخب مصر ولعب كاس عالم ووصل مع منتخب مصر لنهائيات افريقيا، لكن في الوقت الحالي انت عندك بعض الاوراق الرابحه الكويسه جدا في خط الوسط فما فيهاش مشكله، لكن الاهم ان انت قدام كاب فيردي تلعب بنفس الروح والاداء في الشوط الثاني امام غانا عشان تقدر تحسم المباراه بدري. انا بشكرك شكرا جزيلا الناقد الرياضي عمر البنوبي، شكرا جزيلا على وجودك معانا. نروح مع حضراتكم لفاصل ونرجع مستمرين في حلقتنا. اهلا بحضراتكم من جديد. الحقيقه في افلام كتير في دور العرض الايام دي، وما شاء الله الافلام محققه ايرادات كبيره رغم ان احنا في فتره امتحانات، فانا مش عارفه هم بيطلعوا الطلبه من اللجان على السينما ولا ايه الموضوع، بس ايا كان اكيد صناع الافلام دي مبسوطين واحنا كمان مبسوطين لانه جوده الافلام المقدمه الحقيقه تستحق انها تتشاف. من الافلام دي فيلم الحريفه، وللحقيقه يعني عامل جدل كبير على السوشيال ميديا، ناس كتير جدا بتتكلم عن الفيلم، والحلو في الموضوع البطولة الشبابية اللي موجودة في الفيلم، وده بقينا بنشوفه متكرر في مسلسلات وفي أفلام، بطولة للشباب وبتحقق إيرادات ومشاهدات عالية جدا وإشادات في وسط الناس، فده يعني بيفتح المجال قدام كل الوجوه الجديدة اللي عايزة تشارك. الفيلم ده كمان بقى على وجه التحديد قريب من قلوب الناس عشان الكورة اللي الناس كلها بتحبها. الفيلم بيتكلم عن
كل الناس اللي عايز تلعب كوره واحلامهم وازاي بيبتدوا، وكمان بيشارك في بطولته النجم الكابتن احمد حسام ميدو نجم منتخب مصر طبعا، والحقيقه يعني مجموعه كبيره من الفنانين الشباب، نور النبوي طبعا، كزبره مطرب المهرجانات، احمد غزي عامل دور يعني عالمي، نور النبوي كابتن ماجد، فيعني الحقيقه عاملين توليفه كده ليها يعني مذاق عظيم، الناس كلها بتخرج وتطلع من الفيلم بتشيد بالفيلم بشكل كبير. كمان في وجود للفنان شريف الدسوقي وكمان الفنان بيومي فؤاد، حقيقة توليفة عظيمة جدا، إخراج طبعا رؤوف السيد وتأليف إياد صالح، فيلم كل أحداثه زي ما بقول لحضراتكم إطار كده اجتماعي كوميدي، يعني الكورة وإزاي نلعب كورة وإزاي نحلم ونحقق أحلامنا، مجموعة كده من يعني الحاجات اللي بتهم الشباب، الحكايات والحواديت اللي تشوفها تشوف فيها يمكن حتى تاريخ كرة القدم، وإحنا بنفتقد لده ومفيش أفلام كتير بقت بتتناول الموضوع ده. عايزين نعرف ليه صناع الفيلم راحوا لمسألة الكورة، يمكن إحنا شفنا أفلام في السينما المصرية زي الحريف لعادل إمام قبل كده وأحلامه مع الكورة والكلام ده، لكن الحقيقة الحريفة برضو متناولين الموضوع بشكل شكله عصري، وأعتقد ده اللي شد الناس. من الحاجات اللي فرحتني إنه وأنا بتفرج كده على السوشيال ميديا على الآراء عن الفيلم، كل الناس اللي كاتبة عن الفيلم كاتبة قد إيه استمتعت بوجودها في السينما، وما حسيتش إنها بتمل ولا للحظة واحدة، وخلت كل الناس اللي حواليها بيسمعوا ويقروا عن الفيلم عايزين يروحوا وعايزين يشوفوا الفيلم. خلينا نتكلم بالتفصيل عن الفيلم مع أحد صناعه أستاذ إياد صالح مؤلف الفيلم. مساء الخير عليك وألف مبروك الفيلم، وما شاء الله يعني مكسرين الدنيا. مساء الخير عليكي وعلى كل المشاهدين، متشكر جدا على الكلام الجميل اللي قلتيه عن الفيلم. حققكم الحقيقه، والفيلم كمان جذب يعني قطاع عريض من الشباب انهم يدخلوا، وزي ما كنت بقول احنا اصلا في فتره امتحانات نص السنه، ومع ذلك ما شاء الله الناس يعني ماليه السينمات. فكره الفيلم الحريفه جات لك منين؟ والموضوع ليه علاقه بالكوره واحنا شعب بيعشق الكوره. هي فكره الفيلم جت من أنا وأستاذ رؤوف السيد والأستاذ طارق الجنايني، كنا بنتكلم عن مشروع تاني مش مشروع الحريفة، وبعدين الأستاذ طارق قال إحنا ليه ما عندناش مشروع اللي ليه علاقة بمحمود الجوهري صح؟ كابتن محمود الجوهري صح؟ اللي ليها علاقة بالمراهقين والسن الصغير، اللي زي الأفلام اللي كنا بنشوفها وإحنا صغيرين اللي بتشجع الناس وبتحمسهم وبتدي أمل وأبطالهم من سن في سن الدراسة يعني. فابتدينا نتناقش في ده، وكنت بقول لهم انه التحدي ليه النوع ده من الافلام مش موجود، لانه الافلام السينما بتعتمد على نجوم الشباك، وغالبا نجوم الشباك مش في سن الطلبه، فالنوع ده ما بيتعملش يعني. لكن طارق جنامي كان متحمس جدا وقال انا متحمس ان انا اخد مغامره زي دي واعمل فيلم زي ده، فابتديت اكتب فكره فيلم. استاذ طارق بقى متخصص في حته الوجوه الجديده دي لقصة مجموعة الشباب دول، ماجد وبقية الفرقة اللي في المدرسة إزاي بيتجمعوا وإزاي بيبقى عندهم حلم وإزاي بيدخلوا البطولة بالطريقة بتاعة النوع ده من الأفلام اللي بتتقدم، كانت بتتقدم زمان بس بقالها سنين ما تقدمتش. يعني أنا متهيألي إنه الناس كانت مستنية تشوف فيلم عن الكورة، لكن هي الفكرة مين بيقدم الفكرة، الفكرة معمولة إزاي، لكن لو فيلم عن الكورة هيتشاف بدليل الإيرادات اللي عاملها الحريفة طبعا. بس انا خليني اقول لك برضو حاجه، انه مش دايما افلام الكوره بتحقق نجاح في شباك التذاكر. على مدى التاريخ في افلام كوره احنا بنحبها، بس غالبا في وقت طرحها ما كانتش بتحقق ايرادات كبيره، يمكن شويه لانه جمهور الكوره مش دايما بيبقى عايز يتفرج على كوره في السينما، يمكن شويه لانه افلام الرياضه عموما مش بس الكوره بتفتقد العنصر النسائي، فبتبقاش مشجعة قوي للولاد والبنات يدخلوا السينما يتفرجوا عليها. فاحنا عشان كده كنا مركزين اكتر انه الفيلم ده بيحكي عن المرحلة السنية بتاعة ثانوي، والاحلام والطموحات والحاجات اللي هي بيجمعها الكورة، بس مش الكورة بس هي القصة الوحيدة اللي في الفيلم. لا، في خطوط انسانية وكوميدية اللي هي تقريبا كل الولاد في مصر لعبوها، مش بيلعبوا الكوره اللي هي الاهلي والزمالك و11 لعيب، اللي هي ممكن يكون مش كل الناس جربت انها تخوض التجربه دي يعني.
تفتكر ليه الناس في الاول هل بسبب الاسم ربطت ما بين الحريفه والحريف بتاع الاستاذ عادل امام؟ اكيد طبعا، يعني ده 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 منطقي جدا انه فيلم الحريف فيلم من اهم افلام السينما المصريه، من اهم افلام في تاريخ السينما المصريه، وفيلم بطوله الاستاذ عادل امام واخراج الاستاذ محمد خان، فطبيعي لما هتسمع ان في فيلم اسمه الحريفه هيرجع لك ذكريات فيلم الحريف، ودي حاجه يعني تسعدنا انه حد يقول انه في اي علاقه ما بيننا وما بين فيلم الحريف، مع انه قصتين مختلفتين تماما وكل حاجه فيهم غير بعضها، لكن طبيعي ان الاسم هيعمل حاله الربط دي. طيب استعنت بالنجم احمد حسام ميدو، وعايز اعرف الكواليس ما بينه وما بين الممثلين، ويمكن انا شفت تصريحات كتير ليه بيتكلم عن ادائهم وبيتكلم عن طول الوقت عن الكواليس الحلوه اللي كانت ما بينهم، بيشيد بادائهم كلهم. كابتن احمد حسام طبعا يعني من احلى الحاجات اللي حصلت في الفيلم، وكابتن احمد حسام من اول لحظه لما استاذ طارق جناني والاستاذ رؤوف قالوا انه ان احنا هنجيب كابتن احمد حسام يعمل الدور، الدور قريب من شخصيته، مع انه هو مش طالع لعيب كوره، هو طالع مدرس انجليزي في المدرسه، الا انه هو عنده الطاقه اللي عند شخصيه استاذ شلش اللي هو يجمع فيها الشباب ويقودهم ككابتن في البطوله. ميدو هو ما بيعملش حاجه نص نص، يعني هو اشتغل على الفيلم ده بشكل حقيقي جدا، انه هيبقى ممثل وذاكر كويس وحضر كويس، وكمان علاقته بكل الولاد كانت علاقه قويه قوي، لان هو كان من اول لحظه من اول بروف الترابيزه هو واضح جدا ان هو كان حابب الطاقه بتاعتهم وحابب شخصياتهم، وبقى حابب ان هو يبقى معاهم، وهو كان مديهم كمان هم نفسهم ثقه في نفسهم، ان هو كان طول الوقت بيشجعهم وبيقول لهم انا واثق ان انتوا كلكم هتبقوا ناجحين من اول لحظه انا شفتكم فيها. كزبره ووجود مطربين المهرجانات في الافلام بقى موجود بشكل كبير، شفنا عنبه برضه، شايف ازاي الاضافه للفيلم وليهم هم شخصيا؟ طبعا شايف انه وجود كزبره اضافه كبيره جدا 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 للفيلم، كزبره ممثل هايل، ومن اول لحظه كان موجود معانا واحنا بنقرا الفيلم، وهو باين جدا ان هو فاهم الشخصيه وقادر ان هو يشتغل عليها، وهو عنده خفه دم تلقائيه رهيبه، هو ممتع قوي. فكره انه هل يعني احنا في الاخر فكره مطربي المهرجانات، هو كزبره احنا ما جبناهوش عشان يغني، احنا جبنا كزبره عشان يمثل، وهو عنده الطاقه دي، وهو حتى لو انت كنت بتشوفي الاغاني اللي هو بيعملها او الفيديوز اللي هو كان بيعملها على تيك توك، هي كانت شويه اقرب للمونولوجات، يعني اقرب للسكتشات. مين يا استاذ اياد اللي شاف ان كزبره ممكن يكون موجود في الفيلم؟ مين اللي شاف الموضوع ده؟ مين اللي رشح كزبره انه يكون موجود في الدور ده؟ كل ترشيحات الممثلين كانت ما بين الاستاذ طارق جلاني المنتج والاستاذ رؤوف المخرج، واعتقد ان هو كان ترشيحه في البدايه ان هو يعمل دور الولد اللي بيغني في الفيلم، لكن بعد ما قعدوا معاه لقوا ان هو اقرب اكتر لشخصيه احمد حمدي حته، فعشان كده انا بشوف انه احنا لازم نبتدي نتعامل مع منصات التواصل الاجتماعي التيك توك واليوتيوب والفيسبوك والحاجات دي، انها في النهايه في اللحظه الحاليه هي الوسيله اللي ممكن بيها اي ولد موهوب يحاول يوري الناس موهبته عشان يلاقي فرصه، زي ما كان في وقت من الاوقات الناس لما بتبتدي عشان نفسها تمثل ممكن تروح تعمل اعلانات او ممكن تشتغل موديل، كانت دي البوابه عشان هي نفسها. فالتيك توك او الغنى الراب والمهرجانات هي طريقه ان الولاد الصغيرين بيوروا الناس موهبتهم عشان عندهم احلام عايزين يوصلوا لها. طب احمد غزي كمان عايز اتكلم عنه، جاي من عالم السوشيال ميديا، انا اعتقد انه ده شيء مش صحي، يعني مفيش حد هيكمل لو الناس ما بتحبوش احمد غزي، يعني كمان السوشيال ميديا يعني كلها بتتكلم عن دور احمد غزي، وازاي هو يعني عامل ممثل جبار بالنسبه للناس كلها، شفت اشادات كبيره بيه. طبعا احمد غزي ممثل موهوب بشكل رهيب، ممثل مثقف بيذاكر كويس جدا جدا جدا، اكتر حاجه ما اعرفش كل الناس عارفاها ولا لا، بس شخصيه الششتاوي اللي احمد بيعملها هي بعيده تماما عن شخصيته الحقيقيه، فهو ممثل ذكي جدا مع انه سنه صغير، بيذاكر الحاجات زي الممثلين الكبار،
بيهتم جدا بالتفاصيل، سواء بالشخصيه وبتتكلم ازاي وبتعمل ايه وهي ليه شكلها كده، كمان بيهتم بشكلها وتفاصيل حركتها وتفاصيل لبسها. هو ممثل رهيب جدا جدا جدا، واعتقد ان هو في السنين اللي جايه هيبقى من اهم الممثلين في السينما المصريه. نور النبوي، طبعا نور النبوي من اول ما طلع على الشاشه وهو حجز مكان كبير في قلوب الناس الحقيقه، دوره كابتن ماجد والاسقاط على المساله دي، انا اعتقد ان الفيلم كان في البدايه هيتسمى كابتن ماجد واتغير، صح؟ احنا الاول في الاول كنا هنسمي الفيلم الشوط الثاني، وبعدين قلنا هنسميه كابتن ماجد، وبعدين رحنا للحريفه. يمكن انا ورؤوف المخرج بنحب كابتن ماجد، وهو يمكن قريب من جيلنا، يمكن اجيال الاولاد الصغيرين ما يعرفوش كابتن اسطوره ماجد كابتن قوي، ماجد. اللي اكبر شويه هم اللي يعرفوه، فكنا حابين نحط حاجات ليها علاقه بكابتن ماجد في القصه. اكتفينا بس بالاسماء، والاستاذ طارق جلاني قلق من فكره ان احنا نسمي الفيلم كابتن ماجد، فالناس تعتقد ان هو فيلم كوميدي على قصه كابتن ماجد، او ان هو حاجه كوميديه او حاجه بارودي او سبوف على كابتن ماجد، اكتر من ان هو فيلم قصته مختلفه خالص عن قصه كابتن ماجد. نور النبوي ممثل مهم جدا جدا جدا، وانا بشوف ان نور النبوي في عنده علاقة قوية جدا بالجمهور. هو لسه جديد، بس هو نجم. يعني نور النبوي اعتقد ان هو بعد الفيلم ده هيبقى عنده فرص كبيرة جدا 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 في بطولات، لان هو عنده الشخصية وعنده العلاقة مع الجمهور اللي بيشوف فيه شخصية النجم، اللي يحبوا ان هم يروحوا له السينما، ويحبوا ان هو يشوف المسلسل اللي هو فيه، ويحبوا ان هم يتابعوه دايما. وبشوف ان دي حاجه انها تبقى موجوده عندك وانت في سن صغير، ده ليه علاقه بان انت بتجتهد جدا 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 وبتذاكر جدا جدا جنب الموهبه. حضرتك وانت بتتكلم عن كل النجوم دول، نور النبوي، كزبره، احمد غزي، عمال تقول لي سنهم صغير سنهم صغير. انا شايفه انه ده يعني عمل انتعاشه في السوق، سواء في المسلسلات، واحنا كنا لسه بنتكلم عن حاله خاصه، وحتى عن الافلام وايرادات فيلم الحريفه. فكره ان احنا يبقى عندنا جيل جديد ناجح بالشكل ده ما شاء الله، ياخد فرصته، يكون موجود جوه منظومه مظبوطه، فياخد حقه، فنشوف منه اداء كبير جدا زي اللي بنشوفه من النجوم الصغيرين سنا اللي حضرتك بتتكلم عنهم، لكن ما شاء الله ادائهم عظيم. طبعا هي في الاخر خالص الزمن طبيعي بيلف، وطبيعي ان كل فتره لازم يظهر جيل جديد من النجوم في التمثيل وفي الاخراج وفي التاليف وفي كل حاجه. الفكره انه ازاي يظهروا، وازاي يظهروا في افضل شكل، وازاي ان الناس تحبهم، لانه مش دايما كل جنريشن جديد بياخد نفس النجاح اللي خده الجنريشن اللي قبليه. انا بقول لك انه الجيل اللي فيه نور النبوي ده اكتر شيء بيميزه ان هم مثقفين، ان هم بيذاكروا جدا، ان هم باصين على العالم، ان هم شايفين الموضوع كصناعه ومهتمين جدا بتفاصيلها، مهتمين جدا بان هم يبقوا بيحاولوا يلاقوا مكانهم بطريقه ذكيه، مش بس مجرد ان هم يفرقعوا وخلاص. وده اللي يمكن مخلي موهبتهم فارقه. انا بشكرك شكرا جزيلا استاذ اياد صالح، مؤلف فيلم الحريفه، شكرا جزيلا على وجودك معانا. بشكرك جدا. نروح مع حضراتكم دلوقتي الفاصل ونرجع مستمرين في حلقتنا. اهلا بحضراتكم من جديد. دلوقتي هنتكلم معاكم عن يعني الظاهره والمهرجان الثقافي الاهم يمكن في المرحله، مهرجان معرض الكتاب. وانا بشوفه مهرجان لانه صراحه من السنه اللي فاتت واحنا بنشوف تنظيم يعني دولي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس. احنا بنتكلم عن الدورة 55 اللي هتقام من 25 يناير لحد 6 فبراير 2024، والشعار لهذه الدورة نصنع المعرفة نصون الكلمة. الحقيقة انه كل الأمم اللي وضعت القراءة في أول أولوياتها صنعت الفارق في تاريخ الأمم، الاطلاع والمعرفة على الفنون والأدب، ويعني كل أوجه المعرفة الحقيقة الكتب بتوفرها. فإنه نكون عندنا جزء كبير في حياتنا مخصص للقراءة، ونتعود
على ده كل البيوت فتبقى أمة قارئة، ده موضوع فارق ومهم. الإقبال الكبير اللي احنا بنشوفه على معرض الكتاب اللي كل سنة بالمناسبة بيفوق السنة اللي قبلها، وده بيقابله بقى زيادة عدد الناشرين ودور النشر وكل الأفكار الجديدة اللي بنشوفها كل سنة داخل معرض الكتاب، بيبقى مبشر إنه الأجيال اللي جاية اللي يمكن ناس كتير بتظلمها ويقولوا دي أجيال لا تقرأ، لا، هي الفكرة إنه هي تقرأ إيه بالظبط وإيه اللي بيقدم لها. وبنشوف إنه المبيعات بتاعت معرض الكتاب كل سنة بتكون فارقة، فمهم جدا لكل الناشرين انهم يكونوا موجودين. هنتكلم مع حضراتكم بالتفصيل عن هذه الدوره من معرض القاهره الدولي للكتاب مع ضيفنا اللي بينورنا النهارده في الاستوديو استاذ محمد الفقي، وكيل وزاره الثقافه وعضو اللجنه العليا لمعرض الكتاب. مساء الخير على حضرتك. مساء الخير على حضرتك ومساء الخير على الساده المشاهدين. الحقيقه انه السنه دي المعرض بيقام برضو في ظروف ما هياش اسهل حاجه اقتصاديا على العالم كله، لكن شايفين زياده في عدد الناشرين حوالي يمكن يفوق ال 150 ناشر زيادة عن الدورة اللي فاتت، مشاركة 70 دولة، فالحقيقة انه في يعني استمرارية وتأكيد على ريادة معرض القاهرة الدولي للكتاب في الوسط الثقافي. فعلا معرض القاهرة الدولي للكتاب يعني طول عمره زي ما تعودنا انه يعني في ظل اي تحديات واي ظروف بيكون متميز ويكون هو الأكبر والحدث الثقافي الأعظم على مستوى المنطقة. يعني الجمهور بينتظر المعرض ده من السنة للسنة، وأيضا الناشرين، لأن بالنسبة لكل الناشرين معرض القاهرة الدولي للكتاب بيمثل الموسم الأكبر بالنسبة لأي ناشر، ولذلك بيحرصوا على أن يكون عدد من الإصدارات، أكبر عدد من الإصدارات الحديثة بيجهزوها يعني قبلها بشهور، إن لم يكن من الدورة السابقة، يعني بيكونوا بيجهزوا للإصدارات والعناوين اللي هيشاركوا بيها في المعرض. ده بيؤدي إلى يعني جذب الناشرين للمشاركة والاهتمام والتزاحم على المشاركة في المعرض، لأنه طبعا بيمثل بالنسبة لهم المبيعات الأكبر على مستوى السنة بالنسبة لدار النشر. طيب احنا بنتكلم انه احنا عندنا ناشرين زيادة عن السنة اللي فاتت حوالي فوق ال 150 السنة دي في 1200 ناشر فعلا، مقارنة بالسنة اللي فاتت ده بزيادة أكثر من 150 تقريبا. وأيضا المشاركات الدولية عندنا 70 دولة مشاركة، من سواء من أوروبا ومن آسيا ومن يعني من كل أفريقيا والأمريكتين، كل القارات، دول كتير جدا مشاركة. طبعا على رأسها ضيف الشرف السنة دي مملكة النرويج فعلا، في محاولة مننا يعني للتعارف وتآلف الثقافات وتبادل المعرفة والإبداع بيننا وبين شمال أوروبا. ده طبعا مهم جدا ان احنا نتعرف ونصدر ثقافتنا ومعرفتنا وابداعنا ليهم، ونستقيم ايضا ونتعرف على ثقافتهم، وعاملين طبعا برنامج لضيف الشرف كبير جدا. يعني عايزه اقف هنا عند موضوع البرامج، لانه بيبقى في فعاليات كتير جدا في معرض الكتاب بتبقى تظاهره ثقافيه هامه جدا، ضيوف عظام الناس بتستناهم، والناس خلاص بقت بتستنى الـ يعني المؤلفين يمضوا لهم على الكتب، وبتبقى الحقيقه حاله لطيفه جدا موجوده في المعرض. في الدوره ال 55 حضرتك شايف لو انا من الناس اللي بتروح معرض الكتاب كل سنه، ايه اللي بالنسبه لي هيبقى مميز في هذه الدوره؟ لو انا لسه اول مره اروح فانا اعتقد ان انا مش هبقى عارف اعمل ايه ولا ايه. لو حضرتك اول مره تروحي يعني اي شخص هيروح هيجد كل المجالات الثقافية والمعرفية والفنية هيلاقيها هناك، حتى للطفل، يعني لكل الأعمار موجودة هناك، الاهتمامات كلها موجودة، سواء كتب من إصدارات في كل المجالات، في التاريخ والفلسفة والفنون وكل المجالات موجودة إصدارات، بالإضافة إلى ندوات وفعاليات ثقافية تصل إلى 550 فعالية ثقافية في أثناء هذه الدورة. طبعا من ضمنها فعاليات ثقافية للطفل في صالة قاعة يعني كبيرة جدا مخصصة خصيصا للطفل، سواء كتب أو أنشطة
للطفل من حكي وورش وفنون وكثير من الفعاليات اللي موجودة خلال الدورة 55. احنا كمان شخصية المعرض السنة دي رائد أدب الطفل الأستاذ يعقوب الشاروني، وبالتأكيد الاختيارات دي انتوا بتاخدوا فيها وقت وبيبقى عندكم ترتيبات معينة علشان نشوف كل سنة الحقيقة بيبقى اختيار، يعني بنفضل نفكر كده ممكن تكون ايه الأسامي المطروحة. السنة اللي فاتت كان أستاذنا صلاح جاهين. طبعا هو السنة دي شخصية المعرض الدكتور سليم حسن، عالم المصريات الأشهر والأكبر في تاريخ مصر، وشخصية المعرض للطفل هو الكاتب ورائد أدب الطفل أستاذنا الراحل يعقوب الشاروني، اللي تعلم وتتلمذ على يعني على أدبه الكثير من أجيال كثيرة جدا. طبعا ده بيبقى بناء على طبعا اللجنة الاستشارية العليا اللي بتختار الشخصية المعرض بناء على مدى تأثير الشخصية، وطبعا بتؤكد وترسخ أهمية مجالات كثير، يعني مجالات كثيرة في اختيار الشخصية. لما يبقى عالم مصريات السنة اللي فاتت بيبقى شاعر عامية، السنة دي رائد أدب الطفل الأستاذ يعقوب الشاروني، السنة اللي فاتت كان رائد أدب الطفل طبعا الأستاذ كامل كيلاني. طبعا احنا بيبقى ده بيبقى بناء عليه بنعمل محاور لهذه الشخصيات في قاعة رئيسية سميت قاعة سليم حسن، فيها برنامج ومحور كبير جدا، عدد من الندوات وكبار المفكرين بيشاركوا فيها، وأيضا بالنسبة للطفل عدد كبير جدا من الفعاليات، في حوارات بين الطفل وبين كاتب أدب الطفل. الحقيقة أدب الطفل وخطورة ما يقدم للطفل وإحنا بنتكلم عن الأديب يعقوب الشاروني شيء مهم جدا، وخصوصا الأطفال اللي بتعيش، يعني أنا بشوفهم الحقيقة بيعيشوا أوقات ما هيش سهلة بكل اللي بيحصل حوالينا، من يعني كورونا للحروب، وبقوا يعني عندنا طول الوقت حكايات عايزين نقولها لهم لكن نفتقد الطريقة هنحكيها لهم ازاي ونقول لهم ايه. الفعاليات اللي بتنظم للطفل في المعرض السنة دي ازاي بتتناول كل هذه المتغيرات؟ هو الطفل له عالمه. الطفل له عالمه، احنا بنعمل ايه؟ احنا بنروح له لعالمه ده، وبنعمل يعني اللي بنقدر نوصله له من الرسائل، احنا بنبعت له رسائل وحاجات عشان احنا الطفل بالنسبة لنا هو القائد غدا، وهو الطبيب وهو المهندس وهو اللي هيكون يعني قبطان سفينة الوطن زي ما بنقول فيما بعد. فاحنا بنعمل ايه؟ بنبني وننشئ الطفل ده من خلال الأنشطة ومن خلال الأدب ومن خلال الحاجات اللي احنا عايزين نقدمها له. طبعا ده بيبقى يعني خطير جدا لأن بنتحسس الأمور، يعني رحمة الله عليه الأستاذ يعقوب الشاروني كان دايما كنا بنتعلم منه كده على فكرة، لما بيقدم حاجة للطفل، لما بيناقش حاجة من حاجات مناقشات في أدب الطفل، كان حريص جدا على منتهى الدقة فيما يقدم للطفل، الهدف إيه والرسالة إيه. دلوقتي هو يعني ما يقدم للطفل يعني يخليه عنده سلاح يقابل بيه كل اللي احنا بنشوفه، يتسلح بالقراءة وهيقرا ايه؟ حضرتك شايف ايه اللي معروض بالنسبة للأطفال النهاردة في معرض الكتاب؟ اللي معروض للأطفال من خلال الإصدارات الصادرة عن القطاعات وزارة الثقافة مثلا، يعني معالي الوزيرة الأستاذ دكتورة نيفين الكيلاني بتؤكد دائما وتوجه للاهتمام بالطفل والاهتمام بما يقدم للطفل من خلال قطاعات، يعني في المركز القومي لثقافة الطفل ده بيقدم عدد كبير جدا من الإصدارات والأنشطة والفعاليات للطفل، بالإضافة إلى الهيئة العامة لأصول الثقافة أيضا لديها يعني سلسلة إصدارات زائد مجلة للطفل.
يعني بالنسبة للدولة وبالنسبة للقطاعات الرسمية بتقدم للطفل يعني كل ما هو يحتاجه، ولكن احنا مش ده مش كافي. هو احنا محتاجين يعني تكامل شوية، محتاجين الأسرة معانا شوية، يعني من يعني في الـ 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 الأب والأم بيبقوا سايبين الطفل قدام الموبايل لساعات طويلة، وده شيء في منتهى الخطورة. يعني المفروض هم يعني يكونوا مع معانا شوية في التوجيه، بالإضافة إلى دور النشر. المفروض يكونوا دور النشر مش 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 مقبلين بما يكفي لإصدارات موجهة للطفل. طبعا احنا عندنا الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، عندنا أكتر من إصدار للطفل، بيصدر مكتبة الأسرة في حاجات إصدارات للطفل، بالإضافة إلى سلسلة سنابل موجهة للطفل أيضا. عدد من الإصدارات يعني مهمة ومفيدة للطفل، ولكن بأكد تاني إحنا محتاجين يعني أعتقد التكامل ده كمان لازم يكون في دور للمدرسة، لأن المدرسة لما بتوجههم للقراءة، ولما نقول أنه عندنا معرض القاهرة الدولي للكتاب تلاقي الولاد متحمسين وعايزين يقروا، لكن أنا ما أعتقدش أن التنسيق ده بيحصل بشكل رسمي. يعني هو لا، هو في برضو عشان يعني يعني في مدارس أنا عارفة مدارس بتطلع رحلات لمعرض الكتاب، نعطي برضو نعطي كل حد حقه. يعني في ضمن 94 وزارة وجهة مشاركين في تضافر جهودهم مع بعض في هذه الدورة، من ضمنها وزارة التربية والتعليم اللي بتنظم فعلا بتنظم رحلات، لأن احنا الهيئة المصرية العامة للكتاب مخصصين يعني محور أو ملف رحلات لتلقي رحلات جامعية من الجامعات ومن المدارس للمعرض. على فكرة ده مجانا، ودخول للرحلات مجانا للمعرض بدون مقابل وبدون تذاكر، بالإضافة إلى أن طبعا في فعاليات بتحصل بالمشاركة مع وزارة التربية والتعليم، ندوات وندوات معرفية وتثقيفية، فده بيحصل. يعني ده يعني مهم ان كل واحد يلاقي الفرصه انه لو عايز يشترك في الرحله المجانيه اللي تبع مدرسته دي يقدر يشترك، وانه تكون يعني كل المدارس اذا ما كانش معظمها ممثله في هذه الاتفاقيه. اتكلم مع حضرتك برضو عن الاسعار، وده يهم الناس بشكل كبير، لانه اسعار الورق اصلا والطباعه زادت في العالم كله، فازاي ده بيؤثر على صناعه النشر، وازاي معرض الكتاب بيكون فرصه لكل يعني من يهوى القراءه انه يحللوا الأمر شوية ويلاقي الكتب وأسعارها. لكن هستأذن حضرتك نروح لفاصل ونرجع مستمرين في حديثنا عن الدورة 55 من معرض القاهرة الدولي للكتاب مع أستاذ محمد الكي. فاصل ونكمل كلامنا. لسه مستمرين في حديثنا عن الدورة 55 من معرض القاهرة الدولي للكتاب مع أستاذ محمد الفقي وكيل وزارة الثقافة وعضو اللجنة العليا لمعرض الكتاب. كنا بنتكلم قبل الفاصل عن الأسعار، وإزاي اتأثرت أسعار الكتب بارتفاع أسعار الورق والطباعة عالميا. معرض الكتاب الحقيقة بيبقى فرصة كبيرة إنه نلاقي كتب كتير أصلا ما بنبقاش لاقيينها، نلاقي ليها إصدارات وتكون موجودة في معرض الكتاب، والأسعار بتبقى فارقة. ده فعلا، وطبعا في زيادات كبيره جدا في اسعار الورق فعلا زي ما حضرتك تفضلت وقلتي، ولكن احنا لازم ناكد على حاجه. المعرض القاهره الدولي للكتاب بيحرص كل مشارك فيه بما فيهم دور النشر الخاصه بان يعملوا تخفيضات بمناسبه المعرض مش موجوده عندهم طول السنه. دي تخفيضات بيعملوها وخصومات للقارئ في معرض القاهرة الدولي للكتاب مخصصة ليه، بالإضافة إلى أن طبعا وزارة الثقافة بقطاعاتها يعني بتقدم الإصدارات والكتاب بأسعار يعني في غاية السهولة وفي متناول الجميع فعلا. يعني إحنا عندنا جناح مبادرة وزارة الثقافة اللي أطلقتها الأستاذة الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة بمبادرة الثقافة والفن للجميع، ده في جناح مخصص ليها. الجناح ده الكتاب فيه ما بيزيدش عن 20 جنيه. يعني ممكن حضرتك تلاقي فيه كتاب ب 3 جنيه وب 5 جنيه وب 7 جنيه وب 6 جنيه، كتير جدا عدد من العناوين المهمه اللي ممكن ما تلاقيهاش يعني بسهوله
تلاقي العنوان، تلاقي كتاب ب 7 جنيه وب 8 جنيه. ده طبعا مفيش اسعار كده يعني في اي حاجه ابدا، بالاضافه الى ان التخفيضات اللي في الجناح الرئيسي يعني غير ده جناح المبادره اللي هو المخفض، الجناح الرئيسي اللي هو الجناح الام للهيئه المصريه العامه للكتاب يعني في تخفيضات بتصل الى 20%، بالاضافه الى ان سعر الكتاب بالفعل مش مبالغ فيه، ده يعني وفق خطة العدالة الثقافية اللي الدولة ماشية فيها، وطبعا ده عشان يعني لضمان وصول الكتاب لكل واحد محتاج الكتاب والمعرفة والثقافة. طيب نوعية التسهيلات اللي عملناها لأي معوقات ظهرت الدورة اللي فاتت، وإحنا بالتأكيد كل دورة عايزين نشوف يعني دورة أنجح من الدورة اللي قبلها، نوعية المعوقات اللي حصلت والحلول اللي اتعملت لها سواء على الجهات التنظيمية أو بالنسبة للناشرين. المعوقات بصراحة هي المعوقات بتبدأ يعني تنتهي خالص. احنا بن 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 بنعمل ايه بقى؟ بنزود في التسهيلات والخدمات المقدمة، يعني زي احنا مثلا دخول ذوي القدرات الخاصة بيدخلوا مجانا، دخول كبار السن بيدخلوا مجانا هم وزويهم، يعني لما يجي حد من ذوي القدرات الخاصة أو كبار السن ومعاهم زويهم بيدخلوا مجانا من تراك لوحدهم، مع تسهيلات من خلال الشباب المتطوعين في برنامج أنا متطوع اللي هو ما بين وزارة الثقافة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للكتاب ووزارة الشباب. المتطوعين بصراحة في مهرجانات عدة وفي محافل عدة مصرية بقينا بشوفهم سر كبير من أسرار نجاح هذا المحفل الدولي مش بس المصري، الحقيقة بقى عندنا مجموعة من الشباب بيبقوا زي الورد، الواحد بيسيبه هو بيعمل ايه وبيقعد يتفرج على طريقتهم في استقبال الناس وطريقتهم في حل مشكلة كمان يتحط فيها حد، فلا يعني جيش مدرب ومنظم بيكون سبب كبير في نجاح المعرض. لو أنا بتكلم عن معرض القاهرة الدولي للكتاب ده فعلا مجموعة من الشباب يعني فعلا بنفتخر بيهم وبنتشرف بيهم، يعني احنا بنشوف مواقف ومشاكل بيقابلوها وبيحلوها، بنشوف ازاي بيحل وازاي بيتعرض لي. على فكرة هم بيتعاملوا مع جمهور، التعامل مع الجمهور مش سهل ابدا، لما يبقى شاب لسه هم شباب في الجامعة كلهم شباب صغير، لما يتعامل مع جمهور يعني في ناس كتير جدا صعب عليها التعامل مع الجمهور، لان الجمهور له طريقة معينة في التعامل، له طريقة في حل المشكلة أو أي أزمة بتطرأ عليهم. الشباب دول بصراحة يعني مدربين كويس جدا، عندهم يعني حكمة بشكل أكبر من سنهم ما شاء الله يعني، فإحنا بصراحة بنقدم لهم كل الدعم وكل التشجيع عشان هم فعلا يستحقوا ده فعلا. رسالة حضرتك لكل اللي راح يزور المعرض في الدورة 55، ايه ما يفوتوش في المعرض السنة دي؟ لا ما يفوتوش حاجة. يعني ما يفوتوش حاجة، كل ركن في معرض الكتاب مليان بهجة، يعني فعلا ما بتبقاش يعني يوم مش كفاية ولا يومين كفاية. لا فعلا حضرتك عندك حق، يوم مش كافي، ما يفوتوش حاجة من كل القاعات الخمسة، ما يفوتوش حاجة من النقاط اللي فيها حاجات فنية يعني كعزف منفرد وبعض الحاجات زي كده، الندوات والفعاليات الثقافية السريعة جدا وفي غاية الغنى والثراء الفكري، طبعا كثير من الفعاليات وكثير من الأنشطة للطفل، في حاجات للطفل مبهجة جدا زي مسرح وعروض. عشان كده بنأكد على الأسرة المصرية مسألة زيارة معرض الكتاب وقد إيه ده ممكن يعني يضيف روح من الألفة والبهجة على حتى وجودنا مع بعض كأسرة داخل أروقة معرض الكتاب السنة دي في دورته 55. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا أستاذ محمد الفقي وكيل وزارة الثقافة وعضو اللجنة العليا لمعرض الكتاب، شكرا جزيلا، أسعدتنا بوجودك معنا. شكرا يا فندم، إن شاء الله دورة ناجحة من معرض الكتاب. إن شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا يا فندم. كده مشاهدينا وصلنا لختام حلقتنا، دايما أشوفكم على ألف خير.